مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة ترافل ود ريان وفلوج رقم 3 لليوم. مخططين أنه نروح نزور منطقة اسمها اللؤلؤة The Pearl of Qatar، ورح نعمل جولة هونيك. هي المنطقة كتير كبيرة، رح نحاول نستكشف اليوم قد ما فينا، وإذا ما قدرنا بنرجع بنروح مرة تانية غير يوم. بفترة المونديال كان أكتر الناس اللي عم بيروحوا على قطر عم بيروحوا على هيدي المنطقة اللي اسمها اللؤلؤة. هي منطقة سياحية وحلوة، وعاملينها أنه بتشبه فينيس بإيطاليا تقريبا، يعني نفس الأركيتكتشر هيك عاملين. بس الناس اللي كانوا عم تتصور والبلوجرز اللي كانوا عم بيروحوا كانوا عم بينشروا فيديوز كتير حلوة عن هالمنطقة، وأنا حطيتها على الليست أنه لما أوصل بدنا نزورها. وهلا نحن وصلنا على هيدي المنطقة، مثل ما عم تشوفوا كتير حلوة، يعني من أول ما بتفوتوا بتنبهروا، بتشوفوا جمال ونظافة وبتحسوا حالكم أنتوا بعالم تاني. يعني الأركيتكتشر المنطقة، يعني هي كيف معمرينا ومهندسينا بطريقة كتير مميزة. وهيدي المنطقة يعني فيها سكان، مباني سكنية، يمكن الأجارات كتير فيها غالية، وفيها كمان لأنه سكيورتي يعني بكل المنطقة، يعني كل ما بتمشوا 5 دقايق بتلاقوا سكيورتي. ونحن دخلنا على هيدا المحل، اسمه هو سوق، هو مثل سوق صغير وفي العطورات أو شي هيك. ونحن عم نحكي مع الريسبشن عم نسأله كيف فينا نروح على الداك ليك، في بحيرة البط. فهو قالنا انه كان عم بيحاول يساعدنا، يلاقي لنا انه سياره تاخذنا لهونيك وتجيب وترجع تاخذنا على ليتل فينيس، بس ما كان في افيلابيليتي. رح نمشي نحن ونروح هلا على هيدي بحيره الباط، ونرجع بس نخلص نرجع لعنده لنروح على ليتل فينيس. يعني هنا عاملين خدمه مجانيه للسواح، في كونسيرج بالمنطقه كلها للاشخاص اللي بدهم يتجولوا بهيدي المنطقه، بيامنوا لهم انه سياره تاخذهم، يعني اللي بتوصلهم على المكان اللي هن بدهم يروحوا عليه، وخدمة مجانية. فمثل ما عم تشوفوا هون في بحيرة كبيرة، وفي بارك حلو كتير، وكمان في سكيورتي، يعني كمان بيسمحوا لكم تقربوا مثلا على المكان اللي فيه ورد، وكمان ما في حدا يكب اي شيء زبالة على الطريق. واكثر الناس اللي كنا عم نقابلهم، ويعني هن كلهم يعني اجانب من اسيا ولا من افريقيا او حتى من دول عربيه، عم نسالهم عن انه قد صار لهم عايشين بقطر، وهل هن سعيدين باقامتهم بقطر. فكل الناس، يعني ما حدا سمعنا انه اشتكى، كل الناس مبسوطه وقالوا قطر انه حلوه ومرتاحين، يعني وعايشين كتير مبسوطين بقطر، وقالوا المعاشات كمان كتير منيحه. وبفترة المونديال لما كانوا عم يطلعوا اليوتيوبرز والبلوجرز كانوا عم يحكوا عن جمال قطر، كان في ناس انه عم بتعلق انه ما عندهم طبيعة كلها اصطناعية. فشوفوا انتو قديه هون، اذا هيدي اصطناعية ولكو قديه في جمال وقديه مرتبة، وشوفوا قديه في فخامة ومبينين كلها الاحياء والمناطق بقطر مرتبة، يعني شي حلو. لو ما كانت انه في طبيعة انه لو طبيعة اصطناعية، بس شي حلو مرتب. وهلأ نحنا رح نوصل على ليتل فينيس، بدنا نفرجيكم محل ما فيه الكانالز اللي عاملينها مثل ما قلتلكم هندسي على شكل مدينة البندقية. فرح نشوف نحنا هلأ قديه هيدي المنطقة بتشبه مدينة فينيس بإيطاليا. وانتو اللي زار مدينة فينيس من قبل في يعمل مقارنة، انا شايف هيدي ارتب حتى من مدينة فينيس. ومثل ما قلت لكم هيدي المنطقة إيطاليا من اهم المناطق السياحية هلا بقطر، ليكو قد ايه نظيفة ومرتبة. على قطر لازم يزور هيدي في محلات، في مطاعم، في كمان منطقة قريبة منا اسمها بورتو، وفي روا كلها، يعني ما في يعني منطقة سياحية ما بتسمعوا اي شيء. نحن ما رح نقدر نلحق هلا نزورها، رح نرجع نجي غير يوم. يعني حتى الكافيات قعدتها كثير حلوة برا، بتشوفوا هيدي المنطقة اللي اسمها بورتو، والمطاعم كلها مرتبة. بس هيدي المنطقة اللي يعني هيدي المنطقة كمان حتى بتعملوا فيها يعني كروز كثير حلوة بالنهر، وفيها يعني بناية هالبنايات، يعني ناس ساكنين فيها، المنطقة كثير حلوة، يعني بتتمشوا فيها وفيكم تعملوا كروز مثل ما قلت لكم بالنهر. نحن هلا ما كنا عارفين بهذا الموضوع، يمكن اذا رجعنا اجينا على قطر مره جاي بنبقى بنعمل كروز. بتكون واحد عنده رحله اكثر من 5 ايام ليقدر يستكشف المدينه اكثر.
وهلا من بعد ما رح نخلص جولتنا بليتل فينيس رح ناخد الأوبر ورح نروح لعند كارفور، بدنا نجيب أغراض ورح نفرجيكم هونيك الأسعار بكارفور. أنا لأول مرة هلا بدي فوت عليه بقطر، فبدي فرجيكم الأسعار. أنا سبق وحضرت لبعض اليوتيوبرز كانوا بيقولوا الأسعار كتير غالية عند كارفور، فرح نشوف أسعار الخضرة والفواكه والأكل يعني بقطر. وصلنا لعند كارفور وانا هلا عم شوف الاسعار الخضره والفواكه، عم شوف انه حاطين يعني الايتمز من وين، من اي بلد. يعني مثلا هون هيدي البندوره من المغرب وكاتبين سعرها قد ايه، عندكم من هون من اسبانيا، يعني حسب من اي بلد وبتختلف سعرها لانه من اي بلد جاي، يعني لانه هن مستوردين كل شيء خضره وفواكه. يعني مثل ما هون عم تشوفوا هيدا من ايران البروكولي ب7 ريال، وفي كمان هون اشياء من ايطاليا، وفي من لبنان البازيلا، وكمان في اشياء مثل الفول، يعني في خضرة جاي من هولندا كمان. فبيختلف سعرها مثل ما قلت لكم حسب من اي بلد هني مستوردينا، وبيكون في يعني كمان كلاس اي او كلاس بي، يعني الكواليتي تاعت الفواكه مثل ما عم تشوفوا هون في من ساوث افريكا. يعني كل واحد حسب شو ميزانيته ومن وين بفضل يعني ياخد اغراضه. يمكن يكون في محلات ارخص من كارفور، ما بعرف انا ما شفت، بس يمكن يكون في محلات تانية. في ناس بتقدر تشتري ب$100 غراض، وفي ناس يمكن تشتري بأقل. يعني مثلا أنا شفت الموز في ب5 ريال وشفت ب12 ريال، حسب من أي بلد جاي. وبنهاية هذا الفلوج بشكركم على المتابعة، وبتمنى يكون عجبكم الفيديو. وما تنسوا إذا بتحبوا تشوفوا صور وفيديوز أكتر لرحلتي على قطر، موجود اللينكس بالديسكريبشن لصفحتي على الانستغرام والتيك توك. وإن شاء الله بشوفكم بفلوج رقم 3 قريباً.